السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصدقائي بنجستا، ورجعت لكم بفيديو جديد وتحدي جديد في لعبة بلانت فيرس الزومبي. النهاردة في مراحل كتيرة في الميني جيمز فتحت، يلا بينا نخش نلعبها. ادي اول واحد اترين، اوه هنلعب والدنيا بتمطر. ده بينزل لنا الكروت. جدا جميل جدا جدا جدا. هيا بقى هتلاقي كروت نضرب بيها، بقى هتلاقي كروت نضرب بيها، هيا بينا الكروت الخايبة دي. هو كده حلو، ده حلو. لسه ده بقى ربنا يستر، ده هنا نجيب له بطيخ تمنع على دماغك، وبدون ما توقفوا حلو قوي. يلا هنا نوقف الدنيا. واو وفانوس جميل، فانوس جميل يبعد لنا الضباب الوحش دوت. يلا عايزين شوية كارت حلو كده، يلا عايزين كروت حلوة، يلا يلا يا عم الحاج هات الفانوس، خلي الفانوس مش عمالين تدلعوا. كده يلا يلا احسن يلا. يلا اصحى الهم الهم يا شباب، عايزين والله نحط حاجات هنا يعني.
يلا بطيخة اهي. اكلوا الطوبة بتاعتي، اكلوا الطوبة بتاعتي. وبعدين بنعمل ايه؟ نشوف. يلا نحط القنبلة الجميلة دي هنا. تعال بينول اضرب. وحجرة كبيرة. شكله جميل قوي 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 قوي. بسرعة يلا بسرعة. اوه الزهرة كلفة، الزهرة كلفة مش هتسمي عليها. هياكل البتاع وهيبوظ. امشي انت بقى، كانت طوبة صغيرة نحط الطوبة الكبيرة دي. يلا you
والله تحدي حلو، تحدي حلو وجميل. الله شوف وخدنا الكاس، وخدنا الكاس وعدينا المرحلة دي، وقلنا ان احنا فتحنا مرحلة تانية جديدة. وشكرا لكم يا اصدقائي، ولو عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بشير ولايك وسبسكرايب.